بخمسة كليات تستقبل جامعة بنها الأهلية خريج الثانوية العامة كواحدة ضمن 12 جامعة أهلية جديدة تبدأ عامها الدراسي الأول بعد عام واحد من توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء الجامعات الأهلية الجديدة، حيث تم إنشاء بنها الأهلية على مساحة 37 فدانا وتكلفت مرحلتها الأولى أكثر من 3 مليارات جنيه لتجهيزها وفق مواصفات الجامعات الذكية. احنا في جامعة بنها جاهزين لاستقبال طلاب الثانوية العامة او ما يعادلها في جامعة بنها الاهلية. الهدف من انشاء الجامعات الاهلية عموما وجامعة بنها على وجه الخصوص تدريب كوادر قادرة على مقابلة احتياجات المجتمع. الجامعة الاهلية الدراسات اللي فيها والتخصصات اللي فيها كلها عبارة عن تخصصات بينية، بمعنى مثلا في كلية الهندسة عندنا تخصص اسمه الميكاترونكس. ميكاترونكس يعني عبارة عن ان الطالب بيدرس ميكانيكا وبيدرس الكترونيات. في الجامعة عندنا 5 كليات هنبتدي بيهم، هي كلية الهندسة وفيها 6 برامج، كلية علوم الحاسب وفيها 5 برامج، كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال وفيها 5 برامج، وفي كلية الطب البشري، وفي كلية الفنون البصرية والتصميم، ودي هيبقى فيها 3 برامج، بمجموع كلي حوالي 20 برنامج الجامعة بإذن الله. الطب، الهندسة، علوم الحاسب، الاقتصاد وإدارة الأعمال، الفنون البصرية والتصميم هي الكليات 5 التي ستفتح أبوابها للطلاب الجدد الراغبين في دراسة برامج متميزة وحديثة التي تتلائم مع احتياجات أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية. في أول سنة إن شاء الله مخطط يبقى معنا 1800 طالب في الكليات كلها، ربنا يعني يسر ويكون في نفس العدد ده أو أقل. هنشتغل على العدد اللي هيجينا بكل طاقة وبكل جدية، واحنا يعني من دلوقتي احنا عاملين استعدادنا وجاهزين للتدريس. عملنا لائحة ارشاد اكاديمي شغالين عليها دلوقتي عشان كل طالب يبقى عنده موضوع عايز يسأل فيه يبقى فيه مرشد اكاديمي لكل كلية لوحدها. عندنا 8 منشآت بالاضافة الى ورشتين. 8 منشآت عبارة عن عدد 2 مبنى هندسي من للبرامج الهندسية، 3 مباني للبرامج الطبية، عندنا مبنى معامل مركزية، مبنى إدارة الجامعة، مبنى للعلوم الإنسانية. المنشآت كلها تتراعى في تصميمها جميع الاحتياطات والأكواد والمواصفات العالمية للإنشاء. 39 مليار جنيه هي تكلفة المرحلة الأولى لإنشاء الجامعات الأهلية بمصر التي ستكون متميزة وذكية تحاكي الجامعات العالمية لتقديم خدمة تعليمية تواكب جامعات الجيل الرابع مع ضمان تحقيق الجودة الشاملة والشراكة مع الجامعات الأجنبية المتميزة. محمد سلامة، الحياة اليوم.